ولا انا مش فاضي الوقت غور من وشي. لو جاي تقول انك سقطت في الامتحانات مش هعمل لك حاجه، بس غور الوقت عشان بوظت ورق الشغل وبحاول اصلحه تاني. لا والله حضرتك مشغول الدرجه دي؟ انا مش هعطلك ولا بس عايز 10 جنيه عشان انزل الحق مع اصحاب الحجز عشان حاجزين كوره وعايز انجز على السريع بس. يا متخلف، بقول لك لو سقطت ما تقوليش غور من وشي. جاي تقول لي غور يا غور عشان ما اضربكش. روح قول لامك. روح يا لهوي، ما دخلت يا ابو قلت لماما هيقول لابوك دلوقتي جاي اقول لك انت، قلت له قول لامك. انا اعمل ايه يا ابني؟ ما قلت لك قول لامك. مصبر جه ما رحت قلت له، قال لي روح قول لامك وما رضاش تديني فلوس برضه. ازيك يا كوكي عامله ايه؟ شايفين دلوقتي بقول يا كوكي بيتريق عليا، انا بقى عايز دافع نفسي من التنمر. تمام لو سمحت ما تقوليش اللفظ ده. في حياتنا زي دي بقى بنعمل ايه؟ بنقوم نبوس دماغ ونطلع نجري.